سرق الحلوى وانا مخلنها للضيوف. ابوي توب الشيء من غير ما اقدر اصبر. مذاق الراغي. يا سلام والضيوف. خذ لهم الحلوى الثاني ولا اعطيهم من بسكوت. انت ما تعرف ان العادات العمانيه والتقاليد ان الحلوى لازم تكون في الصيني قبل. ايش اسوي بك الحين؟ نص الحلوى اكلته؟ ها؟ ضع. يلا. هذا الحلوى من وين؟ حلوى مذاق الراغي 7 فرع في عمان. في الأشخرة، في صور، في بدية، في إبرة، في سناو، مسقط بوشر، وفرعهم الرئيسي في قعلان بن أبو علي من 50 سنة عامر بن سيف. في زمن. نعم صحيح، وعندهم بالتين وعندهم بالعسل وعندهم بالزعفران وعندهم الخاصة وعندهم جميع الأصناف اللي تتخيلها في بالك. ولجميع المناسبات داخل وخارج السلطنة. ها وبعدك إذا تبغى تسافر وتبغى تشيل شوية ها سفرة حلوة يضبطوك العرب. ها وعندهم شوف ها القهوة الخاصة والفاخرة. عبد الله شو باقي عندك طشة حلوى هبالي اياها ابو حلوى اعرفك بتريع هذه حلوات عامر بسيف المذاق الراقي ولا يهمك بوديك المحل وبتاخذ اللي تبغاه